لم تكفي المجازر وحرب الإبادة التي شنها المحتل الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة لتحريك الضمائر في مجلس الأمن الدولي والوقوف في صف القانون والمبادئ الإنسانية بعد فشل مشروع القرار المقدم من روسيا والداعي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين، فشل في حصد الأصوات الضرورية لاعتماده. ففيما صوتت روسيا والصين والجابون والموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار، رفعت الأيادي ضده من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت 6 دول وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا والإكوادور وغانا. وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا. وعقب هذا التصويت ناشد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ناشد الدول الأعضاء بالمجلس بالاسترشاد بقواعد القانون الدولي الإنساني دون استثناءات، ولا يرسل رسالة مفادها أن حياة الفلسطينيين غير مهمة. وأكد المندوب الفلسطيني أن الأولوية الآن تنصب على ضرورة وقف الهجوم على الشعب الفلسطيني والسماح بالوصول الفوري ودون عوائق المساعدات الإنسانية ووقف النقل الإجباري للفلسطينيين على حسب تعبيره. من جانبها دعت الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لنا نسيبة، دعت إلى التحرك وعدم الاكتفاء بالبيانات من أجل حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن وإطلاق سراح الأسرى دون قيد أو شرط، وصفة الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة بالهوجاء وسط حصار شامل ودون توفر أبسط مستلزمات الحياة. في الأثناء تتالى ردود الفعل العربية والإقليمية والدولية الرافضة لدعوات تهجير الفلسطينيين قسرا من الشمال إلى جنوب غزة. وفي هذا السياق حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من الدفع بموجة اللاجئين من قطاع غزة باتجاه مصر والأردن، وأكد في مؤتمر صحفي بعد لقائه المستشار الألماني وولف شولز أن هذا الأمر هو خط أحمر، منتقدا محاولة خلق سياسة الأمر الواقع التي تعتمدها جهات وصفها العاهل الأردني بالمعتدية، محذرا من دخول المنطقة بأكملها في دوامة عنف جديدة إذا ما تواصلت الحرب على غزة وطال مدها.